أنا زيادة بشاكر، أنا مهندس بيئي، الاختصاص تبعي هو النفايات الصلبة. نحن اليوم بمركز بيت مري لمعالجة النفايات، هو مركز فرز وتسبيخ أو كومبوستينج بالإنجليزي. هون نستقبل نفايات بيت مري، نفرزها على هالخط بتقريباً 6-7 مواد. فريد من نوعه بهذا المركز إنه ما بيكب شيء ولا بيحرق شيء، يعني حتى كيس النايلون والبلاستيك باكجينج اللي ما إلهم ريسايكلينج نحن لقيناه لهم تقنيه نعمل فيهم شيء لذيذ. الكياس النايلون اللي بنفرزها من الخط الفرز تتجمع هون هيك كلها بهالكياس الكبيره وبتروح على ثاني ميل من المعمل لحتى تنفرم. من بعد ما نفرمها هيك بيصير شكلها، كلها كياس نايلون مفرومه، صواني ديليفري مفرومه، كبايات بلاستيك، صحون بلاستيك، كل انواع البلاستيك اللي ما عندها ريسايكلينج بلبنان، وبتروح على معمل ثاني. بهيدا المعمل نعمل منهم الواح. هيدا اللوح اللي هو كثير صلب، ما بيحترق، ما بينفش، ما بيعفن، وبيضاين 500 سنه. هيدا حياته 500 سنه. هيدا الايكو بورد اللي شفناه بالمعمل من شوي، وعم ناخد زبالتنا نعملها ريسايكلينج، نعمل فيها مستوعبات حتى نحل مشكلة الزبالة. بعتقد هيك بنكون كلنا اتكلنا على بعض انه نساهم بحل الأزمة بدل ما نضلنا نكب الأزمة على غيرنا ونقول انه ما فينا نعمل شيء، هيدي حدا تاني لازم يعمله. بعتقد أحسن شيء اللي هو بالإنجليزي بيقولوا lead by example. يمكن أنا كنت محظوظ انه تعلمت مع ناس they lead by example، وما في غير طريقة، ما في غير طريقة هو إنك تعملي شيء اسمه بايلوت بروجكت وتبرهني إنه قابل للعيش، قابل للاستدامة، sustainable.